قولي لي بقى، مين علمك العزف على الأورجن وانت صغيرة اكيد؟ هو مش ما يعني ما كنتش صغيرة قوي، كنت وانا للأسف يعني بدأت متأخر شوية. بدأت في حوالي ثالثة اعدادي تقريبا. بس بعد كده بقى حب الموسيقى هو اللي هو اللي طغى يعني في الموضوع يعني. فطبعا بدأت في المدرسة كان عن طريق احتفالات اللي بتقام في وزارة التربية والتعليم ساعتها، الحفلات اللي كانت بتتعمل في المدرسة. اللي كانت بتتعمل في المدرسة. فمن هنا بقى جت حبي للآلة، وطبعا حبي للمدرس خلاني ان انا اللي هو اشوف بقى ده ايه اللي بيحصل. انا عايزة عاجبني الموضوع قوي، فالحمد لله كنت بادئة غنى طبعا الأول. بجد انت بتغني كمان؟ في كورال. بس بعد كده الحمد لله يعني ايه اخترت الآلة واصريت بقى ان انا اكمل. طب انا عايز اسالك برضه، هو مين مثلك الاعلى في المجال ده؟ مين اللي حببك في مجال المزيكا؟ الموسيقى عمار الشريعي طبعا، الله يرحمه. الله يرحمه. ده اساسا كنت يعني بسمع البرامج بتاعته، بسمع شرحه يعني للمقطوعات، يعني للنوت. فلا ده اسطوره. انت علمتيها سماعي مش كده؟ انا اتعلمت سماعي ولحد دلوقتي يعني بطلع الحاجه سماعي وبعد كده اكتبها. اكتب النوته بتاعتها. اوكي. لما انت كنت في المعرض وبتعرضي الحاجات، وانت يعني طلبتي من الرئيس قلت له انا نفسي ادخل المجال يا سياده الرئيس، وكان طبعا السيد الرئيس يعني دمه خفيف ورد عليك قال لك المجال موجود واحنا اللي مستنيينكم، حسيتي ان انت فعلا امنيتك هتتحقق وان هو كان يعني مهتم جدا بافكاركم؟ طبعا يعني كفايه الطمأنة بس اللي هي انه سيادته سمعني او ان سيادته عارف ان في مواهب وكده، دي بالنسبه لي حاجه كبيره قوي. هو انا طلبت من سيادته ان انا انضم لفرقه الموسيقى العربيه. هو انا درست يعني الحمد لله انا في الماجستير انا ربطت ما بين الدراسه الاصليه بتاعتي وما بين جزء معين خاص بالموسيقى. طيب اللي هي كانت ايه الدراسه وايه الجزء المعين؟ انا درست اداب انجليش. ودخلت طبعا حب الموسيقى في موضوع يعني الرساله اللي هو الموسيقى المسرحيه او المسرح الموسيقي، او ازاي ان من خلال المسرح ومن خلال المؤثرات الصوتيه اقدر اعبر عن المشهد، وان ازاي الموسيقى بتوصف ده من غير حتى ممكن يحصل فيه كلام. وان شاء الله اكمل الدكتوراه برضو في المجال المكمل لنفس الموضوع. ده منظور جميل جدا للمزيكا حقيقه. طب انا عايز اسالك، انت اصلا دخلتي كليه الفنون ولا اكاديميه الفنون ولا لا؟ لا. انا خدت ليسانس اداب انجليش وبعد كده اخدت الماجستير. اوكي. انت عبرتي